والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام قولا من رب رحيم، سلام معطر بآهات المعتقلين والمشردين، السلام على المرابطين في سوح النزال، السلام عليكم أيها الشرفاء. أحبتي يا أبناء هذا الوطن الجريح، أنا من أحد المطلوبين في هذا البلد. هناك الكثير من المطلوبين يعانون ويقاسون الويلات. في بعض المطلوبين تشوفه يفتر في الشارع، تقول له هاي فلان لا قاعد تفتر، مخالبك يشوفونك ويجولونك، يقول لك وين اروح؟ ما في احد قاعد يحتضني، اكثر البيوت مغلقه في وجهي، ما شفت واحد فاتح البيت قال لي تعال تفضل. وتشوف بعض المطلوبين ما حتى الاكل ما يحصل ياكله، يعني ينام بجوعه. للأسف الشديد هذا واقعنا في البلد. وفي بعض المطلوبين مصابين بأمراض، إذا يمرض تشوفه من سلح ما يقدر يتحرك، لا يقدر يروح مستشفى، والمستشفيات الخاصة مغلقة وإلا مفتوحة، ما عند التكاليف يتعالج فيها. يعني يقول لك أنا من وين عندي بيزات أروح أتعالج؟ ما في أحد قاعد يقدم لي شيء حقنا أستفيد منه في علاجي أو أكلي أو حتى سكني. يعني أنا أوجه كلمتي إلى الشرفاء من هذا الوطن، أوجهها إلى الرجال، إلى الرجال الشرفاء. كونوا كمسلم ابن، كونوا كهانية ابن عروة عندما احتضن مسلم ابن عقيل عليه السلام، والنساء الشريفات العفيفات، كونوا كطوى عندما آوت مسلم ابن عقيل عليه السلام. أتمنى منكم أن تحتضنون هذين الشرفاء في منازلكم، لأن احتضانكم للشرفاء المطلوبين هو استمرار الثورة. أنت لما تخليه يقعد يفتار ويروح واعتقل، ولما يعتقلون الشباب كامل ما راح تشوف الحراك مستمر، لكن لما نحتضن الشباب ونحتضن المطلوبين أي شخص مطلوب نحتضنه، راح يستمر العمل وتستمر الثورة كما كانت وأقوى إن شاء الله. واحنا والمطلوبين، وانا من احد المطلوبين، اقول لك احنا ما صرنا مطلوبين الا من اجلكم، من اجل ابنائكم، من اجل هذا الوطن الشرق، من اجل هذا الوطن الجريح. وفي الختام هذه الرساله نوصلها للعصابه الخليفيه الظالمه: مهما فعلت لن تستطيع اخمال صوت المجاهدين في هذه الارض الطاهره، وسنبقى وسنستمر وسنحارب حتى إسقاطكم، ومستعدين للتضحية بكل ما نملك من قوة.